Halo, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tafadhol, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في بلادنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أولم يهد لهم كم ولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المرسلين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن أكون على الله إن الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ولئن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرضه وأخاه وأرسله في المدينة دائم حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إنكم إذا لمن المقربين. قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وقال الحق بطل من كان يعمل فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقصاروا ساجرين. قالوا آمنا برب العالمين وبموسى هارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا
إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قل لا ضر إنا إلى ربنا منقلبون. وما تمكنون إلا أن آيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والآخرة للمتقين. قل أوذينا من قبل أن تأتنا ومن بعد ما جئتنا وقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصهم من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسلهم السيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرون عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آية مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك إن كشفنا عنا الرجز لنؤمنن لك ونسلمن معك بني إسرائيل. انتقمنا منهم فانظر كيف كان انتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما في عباتهم ما كان يعملون. قال أغير الله يدنكم إلها وفضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم. وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعدهم حوليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سكط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
خاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ولبئس ما خلقتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي أعداء لا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك والعذاب يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأضلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا من حيث شئت وكلوا من حيث شئتم وكلوا هتة نغفر لكم خطيئة وكلوا هتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم ميثاقهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه كنا لهم كردة خاسئين. واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ويأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين فلا تعلم أي مصلحين.
وإن نطقنا الجبل فوقهم كأنه زلت وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون آدم أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تكونوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو الخاسرون ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أم عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجلي لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمه عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من الهدى لا يتبعكم لسواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعون للهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوان يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر الناس ودورة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الذي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال
الأنفال وللأنفال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الذين حق لهم درجة عند ربهم مغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متهرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله مولى كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين ولو علم الله فيهم معهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجرة من السماء فأمطر علينا هجرة من السماء أو فأمطر علينا هجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهم جميعا فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا إن ينتهوا يكفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوا متى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعروة الدنيا وهم بالعروة القصوى والركب أسفل منكم ولو طاعتم لاختلفتم في الميعاد ولكن قضي الله أمرا إن كان مفعولا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واتقوا الله رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وصدوا عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ألبي آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرون بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذبوا آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدا في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تخافنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن منكم من خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعض أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعض أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتوكلين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقالوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقوموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون المشركين عدوا عند الله وعند رسوله إن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم ما يرضون فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
فإن تبوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات قوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. قاتلون يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب على من يشاء الله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إن الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن يستحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله عليم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل وقاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله ونسل حبل مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا تنفروا عذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير. لا تنصروا فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أوفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وكيل قعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يكون ولا تفتني على في الفتن سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يكون قد أخذنا أمرنا إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يكون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصوا بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم من ضارتهم دخل الله إليهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطونا رضوا إن لم يؤتونها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقل حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة القلوب وفي الرقاب وفي رقاب الظالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤمنون بالنبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أن من يحارب رسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتم كل من كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في النار أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم نوح وقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومن عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ولما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يضحك قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يصيبون.
رجعك الله إلى طائفة من فاستأذنك ان اخرج فاستأذنك ان اخرج فقلنا لن تخرج معي عدوا معي عدوا ولن تقاتل معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين خذوا بأن يكونوا مع الخوالف على قلوب فهم لا يعلمون لا يفقهون عاد الله لكن الرسل والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وجاء المعزر من الأعراب ليؤذن لهم على الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصروا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعين تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنكم فاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا ما أنزل الله على رسول الله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مكرا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء الله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات مع عند الله والصلاة والرسول ألا إن قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وعدل جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفروا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكون فيه أبدا لا مسجد أسس على التقوى الأول حق أن تكون فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانا على تقوى الله
أكوان خير أم من أسس بنيانه أم من أسس بنيانه على شفا جرف على شفا جرف هل فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله شر من المؤمنين أنفسهم بأنهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله يضل قوما بعد ما هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ولا نصير. وقد تاب الله على النبي والأنصار الذين اتبعوا في ساعة نصرة من بعد ما كان يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم. والثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم يتوبوا إن الله التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا الله يكون مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة أن يتمحلوا من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يدير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزي الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزل سورة فمن يكون أنكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولا يرون أنهم يفعلون في كل عام مرضا ومرضتين ثم لا يتوبون ولا وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ذركم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء وقدره منازل تعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لكم يعلمون. إن بخلاف الليل والنهار ما خلق الله بالسماوات والأرض آيات لقوم يتقون.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعلهم بإيمانهم يجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بخير قد أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه قائمة فلما كشفنا عنه ضرا مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك الزنا المسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ننظر كيف تعملون. وإذا أتلى عليهم آياتنا بينات كل الذين لا يرجون أنا أتيكم أن أنذر هذا أو أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أصبت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويكونون هؤلاء شفعاءنا عند الله. لا تنبئون الله بما يعلم في السماوات ولا في الارض سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين أن أنجيتنا من هذه ونكون من الشاكرين. فلما أنجهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا نهارا فجعلناها صيدا كأن تأكل بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يهلكهم وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. وقال بالله شهيدا بيني وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق
وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من سألتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فكل عمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ومن يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفلم تذهب الأم ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. كنا أملك لنفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم أتاكم عذاب بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ثم إذا وقع آمنتم به أنا الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم كلا للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أن تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه حق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتلت به وأسروا الندامة أن يروا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن على الله حق ولكن أكثر لا يعلم ويحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تكون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك في كتاب مبين.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون والذي جعلكم الله يسكن فيه والنار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن اتخذوا الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتكونون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتنكروا بآيات الله وتنكروا بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على كذلك يطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وإن ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا فلما جاءوا منهكم من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تكونون بالحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا ما جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ولولا كان وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قالوا لفرعون أئن لنا فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق من الحق بكلماته ولو كان المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعواتهما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوز بني إسرائيل البحر فأبوا فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدرك البرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
الآن قد عصينا قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل عدو صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يعلم ما كان بما كان فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمنوا في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم من حكم ربكم، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير، إنني لكم نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير، ألا إنهم يصنعون صدورا يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أحسن عملا، ولئن كنت أنكم لبعثتم من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم قل ما كانوا به يستهزئون. ولئن ذقنا الإنسان رحمة ثم نزعنا منه إنه ليئوس كفور. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليقولن اذهب السيئات عني انه لفرح فخور. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم فضل اجر كبير. فلعلك ذلك بعد وما ينهى اليك وضعك بصبرك ان يكون لولا انزل عليك من اوجاء عملك انما انت نذير الله على كل شيء وكيل. ام يقولون افتراك وتدعو بعشر سنه من افتراك وادعو من الصراط من دون الله ان كنتم صادقين. وإن لم يستجيبوا لهم فاعلموا أنما أنزل بأمر الله وأن لا إله إلا هو وأن أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فلن يعملوا فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين يسعون في الآخرة إلا النار وهبطوا ما سعوا فيها وضاقوا ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد منه من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ولا تكن في مرة منه إن الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا
كذبا أولئك يعرضون على ربهم كل شر هؤلاء الذين على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يربونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كانوا من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون من السماء ما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا بالصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأبصار والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم وقال المرء منكم من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادوا بدرا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولكن رأيت من كنت على بينكم من ربي وآتاني رحمة وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنزلكم وأنتم لا كارهون ويا قوم لا أسألكم علي ولا إن أدري إنهم لكم ربهم ولكن يراكم قوما تجهلون ويا قوم لا ينصرني الله إن تردون أفلا تذكروني ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفسهم إني إذا من الظالمين قل يا نوح قد جادلتنا فأقسمت بالله فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصحكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يكونون افتراه قل إن افتراه فعلي إجرام وأدري ما تجرمون وأوحي إلى مهم أنه لن يؤمن إلى من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه مر قوم يسخرون قل إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وإن عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النار فنحن فيها من كل الزوجين اثنين وأنك إمام سبق عليهم قول من آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وكم معنا ولا تكن مع الكافرين قل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قل لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المدركين وكيل يا أرض ابلعي ماءك ويسماء وكل عبيد وكيد الماء وفي الأمر واستوت على الجودي وكيل بعد القوم الظالمين ونادى ربه فقال رب إن من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إن يعرفك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تكفر ما ترهم لكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك وأمم سمك وأنثى ونسعون من عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قمت فيكم وإلى عاد خام ولا قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم لا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعلكم قوة إلى قوتكم ولا تكونوا مجرمين قل يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إنا ترك إن نقول إن اعتمد بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنزلون
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو إني توكلت على الله ربكم إن ولي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وقصد ونجي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتلوا في هذه الدنيا لعنة ويوم كان ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لكم قال يا قوم اعبدوا واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد جاءتكم وإلى ثمود أخاهم صالحا قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قل يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله نصيكم فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب قريب أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمر جاء صالح والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت فلما جاء أمر جاء صالح والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قالوا سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط والمرأة قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولكن ويلتى أولد وأنا جزء هذا بعد شيخ إن هذا لشيء عجيب كونوا متعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم من بيت المعمر المجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرعى وجاءت بشرى زينة في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم علم هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسل سيئة بما بكر من جرعه وقال هذا يوم عاصم وجاءهم قوم يرون إليه من كم يعلم السيئات ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر من فتقون قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر من فتقون ولا تخلون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قوم قد أنت ما لنا في بناتي من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد قل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسأل عنك بقطع من الليل واتبع أدبارهم قل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك لن يصلوا إليك فأسأل عنك بقطع من الليل ولا يلتف منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمر جعل عليه السلام وطلع عليه برق من سجن موجود وسلامة عند ربك وما هي من ببعيد وإلى مدن أخاهم شعيبا قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من عند
غيره ويتنقسم كنزا إن يراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ويقوم يغفر المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثروا في الأرض مفسدين وقيل الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب ما نفهم كثيرا مما تقول عليه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال لو أن قل يا قوم يا ريتني كنت على بينة من ربي ورزقني رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليك توكلت وإليه أنيب وإن كنا يجرمنكم شقاق يصيبكم مثل ما أصابك مثل ما أصابك قوم نوح أو قوم لوط أو قوم صالح وما تمنيتم منكم بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ومن يشفع لمن فضلتم مما تقول وإنا لنراكم ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولن يقم أرهبي أعز عليكم من الله أخذتني راجل غنية إن ربي بما يعملون محيط ويقوم يعمل على مكان إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن يكاد أرتكب إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجى شعيبا والذين آمنوا وأخذت النبي ظلم الصيحة فأصبحوا في دارهم في ديارهم جاثمين ولما جاء أمرنا شعيب والذين آمنوا معه وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعد الذين كانوا بعد ثمود ولم تود الأرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقول من قومه من كان الكفر يوم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه بئس القرى الخلد لأن كان أنباء القرى نقصهم ولكن منها قائم وصيل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لعنة للمخاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلى الأجل المعدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمن شاء سعيد فأما الذي شهدوا في النار في زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال ما يريد وأما الذين سعوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجوز ولن تكن في مرات ما يعبد هؤلاء وإن لهم في نصيب من غير ما يقوس ولقد آتيناهم سنكتاب خير فيه ولولا أن كنت بين السنة من ربك لقضي بينهم فيه لقضي بينهم إنما في شك غريب وإن كل لما لم يفهم ربك أعمالهم إنه بما تعملون إنه بما يعمل خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقوى إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وفي صلاة طرفي النهار وزلفتم من الليل إن الحسنات يزيدن السيئات ذلك ذكر الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولولا كان من كرم من قبلكم أولى بقية أن نعبد فسالك الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع أنني أولى ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك من ولذلك خلقهم من كلمة ربك لأملأن جهنم وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون عملوا عليك ألم تنبهم إنا عملوا وإنهم تيرون
وإلا يقول السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وكذلك يدبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبواك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. يقول ليوسف أخوه رب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم ولكم من بعد قوم صالحين. ونقطع من ما تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطهم بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحا أرسله معنا ولن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ولئن يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكون الذئب وأنتم عنه غافلون. ولعنكم الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وجمعوا يجرون في غيبة الجب وأوحينا إليهم بأمر هذا وما يشعرون. وجاءوا أباهم شاء يبكون قل يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ومرقنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين. ولا بل سولت وجاءوا على قميص. قل يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فنصر ليلا فلا دلوه ولا يبشر هذا غلام أسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروا بثمن بخس دراهم عدولا وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مصره عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ شده آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قل معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت بي وهم بها لولا أرهب ربي. كذلك نصرف عن السوء والفحشاء إنهم عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقلب قميصا من دبر وألف يا سيدا لدى الباب. ولكم جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسكن عذاب أليم. والله راودتني عن نفسي وشهد شاهد أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت أم الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت أم الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كلكن إن كلكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز الآن حصل الحق. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ولا شغفها هدى إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وهدت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينا أكبرن وقطعن أيديهن كنا أشد منهن
وكل شيء لا إله إلا بشر إن هذا إلا ملك كريم ولقد كنا لمنكم من فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ويكون من الصاغرين ولقد السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عن كيدهن إنه السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنوا حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء من فضل الله علينا ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله واحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي يظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات من خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات وأخرى يابسات يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم من رؤيا تعبرون ونو أدواث أحلام وما نحن بأتأويل وقال الذي ظن أنه نبي منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون قالوا أدواث أحلام وما نحن بأتأويل أحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعض أمة يوسف أن الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخرى بسنة العلم أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ولا تزرعون السبع سنين دأبا فما أصبت فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك عام في ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يقول ما قدمتم لنا إلى قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك أهل في غاث الناس وفيه يعصمون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Lanjut lagi, Stas. Sebelah lagi, Stas. Oh ya, insya Allah. Habis asari, lanjut lagi. Just 13 ya? Iya, iya. Just 13. Oke, okay, berarti tinggal 3 just nih. Iya, yeah, just 13. Oh, insya Allah. Habis. Ini balik, Stas.